فمع هالأجواء الشتوية والأجواء الصباحية منبلش وإياكم مشوارنا الصباحي وتحديدا من دائرة الأرصاد الجوية المتواجد فيها زميلنا رعد الرقاد بمشوار الصباح. صباح الخير يا رعد، وأكيد كلنا شاهدنا يعني خاصة الأشخاص اللي عم يطلعوا صبح بكير إنه في تغيير بحالة الطقس. إن شاء الله يا ربي بالسلامة كل الأشخاص الموجودين على الطرقات، وبدنا نعرف من خلالك ومن خلال فريق مشوار الصباح اليوم ودائرة الأرصاد الجوية كيف حالة الطقس، كيف الأجواء رح تكون لليوم والأيام القادمة، وتفاصيل أكيد رح تطلعون عليها. صباح الخير رعد. بداية صباح الخير لك ألكساندرا، وصباح الخير لكل المشاهدين اللي يشوفونا من خلال شاشة التلفزيون الأردني من خلال برنامج يوم جديد. زي ما تفضلتي أنت بجوز هاي أول حلقة بتقدميها بعام 2020، وأنا معك بإذن الله تعالى ألكساندرا. دائما أتمنى عام مليء بالسعادة والمحبة والعطاء في بلدنا الحبيب ألكساندرا. طبعا زي ما بتعرف ألكساندرا شفنا الجو اليوم هناك تقلبات ومنخفض قادم ويطرأ انخفاض على مملكتنا الحبيبة، منخفض يحمل الأمطار وحبات من الثلج. واليوم احنا بمشوارنا الصباحي حبينا نكون معكم من دائرة الأرصاد الجوية لنطلع اخواننا المشاهدين عن الحالة الجوية المتوقعة واخر تطورات الطقس خلال اليوم والايام القادمة. طبعا راح يكون معي المهندس رائد رافد الخطاب مدير التنبؤات الجوية. مهندس رائد الله يمسيك بالخير، الله يصبحك بالخير عفوا. صباح الخير رعد لك وصباح الخير لجميع المشاهدين. اهلا بك. مهندس، يعني حالة الان حالة من المنخفض بتمر على مملكتنا الحبيبة وتساقط امطار الخير ومحملة بالثلج، نتحدث عن الحالة الجوية المتوقعة اليوم وخلال الايام القادمة. إن شاء الله. يعني بتعرف من مساء أمس الجمعة اندفع باتجاه المملكة كتلة هوائية باردة جدا. هذه الكتلة الهوائية الباردة اندفعت من المناطق الشرق أوروبا باتجاه المملكة، تمركزت على الحوض الشرقي من المتوسط وأدت إلى انخفاض على درجات الحرارة زي ما احنا ملاحظين، وأيضا تكثر كميات من الغيوم على المنطقة الشرقية أو الحوض الشرقي للمتوسط. طبعا هذه الكميات الغيوم كانت ضعيفة بالنسبة للمنطقة، فكان طبعا الشعور امبارح فقط بالبرودة أكثر من أي شيء ثاني، لكن مع تقدم المنخفض الجوي اللي تمركز باتجاه المنطقة الجنوبية الغربية وتحركه باتجاه السواحل الشرقية مع ساعات الأولى من يوم السبت تكاثرت الغيوم بشكل تدريجي، بحيث ظهرت كميات من الغيوم وتحولت الأجواء إلى غائمة جزئيا وتساقطت زخات من المطر. ومع ساعات الصباح أيضا شاهدنا بعض الزخات الخفيفة من الثلج في مرتفعات الجبلية سواء في شمال أو وسط أو جنوب المملكة بما فيها العاصمة عمان. بقية هذا اليوم باعتبار أنه بالفترة النهارية راح يستمر الأجواء بشكل عام باردة جدا، حيث تنخفض الحرارة مقارنة مع يوم أمس، راح تسود أجواء ماطرة في معظم المناطق سواء في المنطقة الشمالية أو الوسطى أو الجنوبية، وراح تكون هناك زخات من الأمطار الخفيفة بفترة من الآن حتى فترة العصر، تكون أحيانا على شكل زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية. وطبعا مع تحرك المنخفض باتجاه السواحل الشمالية من سوريا يتحسن نسبة الغيوم والرطوبة بشكل عام بالجو، وتزداد كثافة الغيوم بحيث تتساقط الأمطار بشكل منتظم، وتكون في بعض الفترات في الفترة المسائية والليل غزيرة في بعض الأحيان خاصة بالشريط الغربي من المملكة في كافة المناطق. وطبعا راح يكون هذه الهطولات المطرية بتلك المناطق راح يكون يرافقها أيضا تساقط لزخات من البرد، بالإضافة إلى بقاء طبعا احتمالية لتساقط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية. ولكن بالفترة المسائية والليل راح تصير فرصة تساقط الزخات الثلجية على المرتفعات الجنوبية الشراء بشكل عام، بسبب طبعا أنه راح يكون في هناك تحرك الهواء البارد باتجاه سوريا شمال شرق، وبالتالي بتصير فرصة الهطولات الثلجية أكثر على المرتفعات الجنوبية بفترة المساء والليل. طبعا راح يرافق هذه الحالة رياح راح تكون جنوبية غربية نشطة راح تؤدي إلى إثارة في الغبار بشكل عام في المناطق الجنوبية الشرقية والشرقية، وراح تكون الأجواء في تلك المناطق باردة وأيضا غائمة جزئيا.
طبعا هذه الحالة متوقع أن تستمر خلال ساعات يوم الأحد، خلال فترات النهار من يوم الأحد، وراح نشوف يوم الأحد أنه تنحصر الهطولات عن المناطق الجنوبية مع بقائها الجو بارد جدا وغائم جزئيا، ولكن تبقى هناك تساقطات حتى ساعات العصر بالمناطق الشمالية والوسطى من المملكة حتى فترة العصر، وتدريجي مع ساعات الليل تضعف، الساعات الأولى من الليل تضعف فرصة الهطولات في كافة المناطق، مع طبعا بقاء الأجواء باردة جدا بشكل عام في كافة المناطق، ومتوقع تشكل الانجماد ليلة الاثنين، ليلة الأحد على الاثنين على المرتفعات الجبلية ومناطق البادية، طبعا نتيجة انخفاض درجات الحرارة السطحية ما دون الصفر المئوي. طبعا هناك بعض التنبيهات والتحذيرات مع الحالة الجوية، باعتبار انه احنا بالفترة النهارية اليوم راح تكون زخات، زي ما حكينا زخات، هذه الزخات راح تكون خفيفة وطبعا على شكل أمطار أو شكل على شكل زخات ثلجية، ولكن من ساعات المساء والليل راح تكون الهطولات أفضل وتنتظم ويكون فيها غزارة في الهطول. فتنبيهاتنا لليوم السبت راح تكون تنبيه من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، أيضا تنبيه للإخوة السائقين من خطر الانزلاقات على الطرقات، خاصة مع أنه هناك توقعات لزخات مطرية أو زخات ثلجية، أيضا تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق الجبلية نتيجة الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض، بالإضافة للمناطق الجنوبية الشرقية والشرقية نتيجة الرياح هناك إثارة الغبار، وتنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية. طبعا تابعونا على التحديثات الحالة الجوية إن شاء الله أول بأول في الساعات القادمة. نعم يعني مهندس رائد، بدي أشكرك على هذه المعلومات، ونطمن أخواننا المشاهدين أمطار الخير جاي على مملكتنا الحبيبة اليوم بإذن الله تعالى. لا يوجد ثلوج وتراكم ثلوج زي ما بعض المواقع تفضلت وحكت، يعني احنا بجوز احنا الان نشرب من راسنا بعدات الارسال الجويه، جنود بصراحه خليه نحل موجوده. هو استاذ رعد يعني احنا موضوع الثلج بتعرف يمكن اليوم الصبحيات كان في هناك بعض المناطق شهدت نعم. زخات ثلجيه متقطعه حتى نعم. في العاصمه عمان، فرصه الثلوج نعم. هي طبعا نعم. راح تكون نعم. على شكل زخات متقطعه موجوده، وراح تتحسن بالنسبه للفتره المسائيه والليل كهطولات مطريه وكزخات ثلجيه، لكن راح تكون ممكن تكون متراكمه او حنقول بشكل محدود جدا على المناطق الجنوبيه المرتفعات نعم. الجنوبيه شرعا، لكن بالنسبه للشمال والوسط الزخات تكون محدوده بإذن جدا باذن الله تعالى، وهذا الله تعالى والله تعالى اعلم. ولكن مهندس احنا اليوم متواصلين معكم ومجيين معكم في دائره الارض الجويه لمشوارنا الصباحي لنشوف اخر التطورات على الحاله الجويه. شكرا مهندس رائد رافد الخطاب، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. شكرا. إذن مشاهدي الكرام، زي ما سمع المهندس رائد رافد الخطاب مدير التربوات الجوية في دائرة الأرصاد الجوية وحالة الطقس لهذا اليوم، اليوم احنا بمشوارنا الصباحي.